قرار أو اجتهادات أو مبادرة الدكتور حسن نافع التي في النهاية تؤدي إلى وجود مناخ يؤدي إلى التفاوض ما بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين أو فكرة تحالف الشرعية كما يسمى الذي يضم الطيارات المعترضة على خارطة الطريق ومرحلة ما بعد 30 يونيو. الحلقة هذه نوع من المناظرة الفكرية ما بين دكتور حسن نافع والأستاذ مكرم محمد أحمد. دكتور حسن صاحب الفكرة، عرض الفكرة، ناقشه الأستاذ مكرم، هو رد على المناقشة. الآن الأستاذ مكرم يرد على تعقيب التعقيب. تفضل سيدي. يعني الدكتور حسن يعني بيقول لنا كده باختصار أن الإرهاب غير قابل للهزيمة، وإن بالتالي على الدولة أن تتفاوض مع هذا الإرهاب. الوقائع وتاريخنا والسوابق وكل حاجة بتقول لا، الإرهاب قابل للهزيمة، خاصة إذا كانت شعب في جبهة واحدة مع قواته المسلحة، وإذا كان يرفض أن يعطي للإرهاب ملاذا آمنا. وأظن أن هذه هي الحالة المصرية الآن، وهزمنا الإرهاب في فترة حكم مبارك رغم أن الحرب كانت تكاد تكون حرب ما بين حكومة مبارك وما بين الإرهاب، ولم يكن الطرف الشعب طرف فيها. الشعب تدخل في العامين الأخيرين فقط عندما أخطأ الإرهابيين وضربوا السياحة زي ما أخطأوا النهاردة، فأحس الناس أنهم يمسون قوت حياتهم، وخرجت المظاهرات بعد ما قنابل المسامير في شبرا وقنابل المسامير في مقهى ميدان التحرير، وشارك الناس يمكن في العامين الآخرين من حرب استمرت 18 سنة. فالإرهاب قابل للهزيمة ويمكن أن يهزم وسوف يهزم، إضافة إلى أن التفاوض له شروط. أنت النهاردة لا تزال الجماعة متصورة أنها في عنفوانها، ترفض حتى أنك ترد عليك. وعاوز أسأل كمان الدكتور حسن بالمناسبة، هل رد على مبادرتك بشيء؟ هو بيقول أنه وجه مبادرته إلى الشباب. أنا مش شايف أثر لهذه المبادرة لدى الإخوان المسلمين، بالعكس صامتين عنها تماما، لأن هم لا يروا على وجه الإطلاق أن هذا وقت المصالحة. حاجة اللي عاوز أقولها أيضا دي نقطة مهمة أستاذ مكرم، يعني اللي مرسل إليه الرسالة مش صامت not interested. لا تعنيه الرسالة لا تعنيه لعدة أسباب. لا تعنيه أولا لأنه يعرف أن باب التفاوض سوف يحدث في جماعة الإخوان المسلمين ما حدث في الجماعة الإسلامية، هذا الشكل اللي هو قايم كده وكله شروخ، ونعلم جميعا أن تنظيم الإخوان لم يعد هو وأنه مليان شروخ وأنه مصلوب في الهوى بسبب إصرار القادة على الحد الأقصى. مرسي يرجع وهم يعلمون جميعا أن مرسي مش ممكن يرجع، الدستور وهم يعلمون أن الشعب قد استفتى على دستور جديد، مجلس الشعب المصري. بس هو الدكتور قايل كده في ورقته، قايل أن هو النقاط دي مش ممكنة يعني، لكن هو بيحاول. مشكلة الدستور في ورقته أنه الدكتور في ورقته الدكتور يحط عبارات جميلة جدا وواقعية وحقيقية، لكنه لا يستنبط منها النتائج المفروض يستنبطها. يستنبط النتائج بقى إيه؟ من حاجات غريبة جدا. يقول لك مثلا أنه شرعية مرسي ليس عليها أي شكوك، وشرعية الحكومة الانتقالية النهاردة هي اللي عليها شكوك ومشكوك فيها، وإن هي نتيجة انقلاب عسكري. طب بعد إذنك طلع لي الجملة دي، هطلع حالك فورا. لا أرجوك، هطلع حالك فورا. لا أنا لا يمكن أن أقول هذا الكلام. خلينا نكمل الفكرة وبعدين هطلع لك الجملة بهذا الوضع. إنه وبالتالي أصلها ضد الكلام، ضد السياق اللي أنا كاتب فيه. نعم، ضد السياق اللي أنا كاتب فيه. ما لا أنا بقول لشتك هتطلع حالك بالحرف، أنا لا يمكن أختلف. طب عليك. إزاي أنا أقول لا 30 يونيو 30 يعني يونيو وأنا أوافق؟ رغم يعني ده بقى إيه لعبك؟ لا حسن نفسك. لا إطلاق. إنك أنت حطيت جمل جميلة جدا. ولم أستاذ مكرم ما بلعبش والله يعني، مش لعبة. طب إحنا ما قطعناش بعض، فخلي أستاذ مكرم يكمل وحضرتك خد النوت، وهو إذا أستاذ مكرم عنده النص نفسه التكست وحضرتك بترد هيطلع. فضل. أجيب النص بس أكمل. اتفضل سيادتك. بقيت أفكاري في هذا الموضوع. اتفضل حضرتك. إنه أيضا كمان
انه الاستاذ الدكتور نافع بيحاول يفهمنا ان المرحله الانتقاليه مفتوحه بلا حدود دون ان يلوح في الافق ما يشير الى نهايه سعيده. طب مين اللي قال لك كده؟ لا، الضعف المنتهى، الضعف الذي سلسلة التنازل وهبوط المنحنى البياني لعملية جماعة الإخوان المسلمين، الاستفتاء على الدستور وخروج 20 مليون، ها يعني يعني كل هذا بيؤكد بالفعل لا، إنه المرحلة الانتقالية لها طريق واضح وقد خطونا هناك خطوات أساسية وأن لها نهاية. انت بتقول اهو لم يسبق لاي جهه في الداخل والخارج ان شككت في شرعيه السلطه الحاكمه ممثله في الرئيس مرسي، هذا غير صحيح. امال 30 يونيو عملت ايه؟ ده كلام ده موجود، ده نص الكلام، ده نص الكلام، ده نص الكلام. لا طب لا قلت بقى اما السلطه التي تتولى اداره المرحله الانتقاليه فهناك شكوك في شرعيتها لأنها جاءت عبر انقلاب عسكري يتعين إسقاطه وإزالته. هم اللي بيقولوا الإخوان على لسان الإخوان. يا حبيبي يا حبيبي، مش أنا اللي بقول، مش أنت اللي بقول، إنه الإخوان بيدعوا هذا. دي الحقيقة، القاعدة التي استنبطت منها. لا 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 لا، إزاي بقى؟ لا هم أنا بقول الإخوان بيتصوروا استنبطت. خلينا أكمل بقية كلامي. دي القاعدة التي استنبطت منها أنه من الضروري الوصول إلى حل وسط لأن هزيمة الإرهاب تكاد تكون مستحيلة، وأنه افطنوا إلى أنه شرعية مرسي لم يتشكك فيها أحد. إزاي؟ وما 30 يونيو؟ أستاذ مكرم، هو هنا بيعرض منطق الإخوان، مش بيتبنى منطق أفهمه. الإخوان هذا فهمه عندما تقرأ الكلام في قياسه. لا لا، أنا أعتقد أنني قارئ جيد وأعتقد أنني لدي عقل أميز به. عندما تقرأ الكلام في سياقه فهو يؤدي إلى النتائج اللي موجودة. صحيح إنه هذا الكلام هو كلام الإخوان، لكن أنت تصدق علي. لا إطلاقا، أنت وأنا بقولك وأعلن إن أنا لا أصدق عليك. أنا مش عاوز إن أنا لا أقولك نص صدق، لا أصدق عليك. خلاص حضرتك قلت لا تصدق عليك، خلاص عشان بس كويس. ما نتوقفش عن دي لأنه أمال أنت أمال لماذا تميز ما بين شرعية مرسي بعد 30 يونيو تقول إنها شرعية قائمة وشرعية المرحلة الانتقالية تنفيها رغم 30 يونيو نفسه؟ هم اللي بيقولوا ان دي شرعية. ما هو احساسك الحقيقي ب 30 يونيو؟ طب خلينا نرجع للتفاوض يا استاذ مكرم، ودافعت عنه. طب نرجع للتفاوض. هنا هنا قلت انا كتبت ده، انا قايل الكلام ده في مقدمتي. طب هنا مربط التفاوض، نرجع بقى للنقطه المهمه. لماذا لم تنجح مبادرة الجماعة الإسلامية الأولى عندما ذهب شعراوي وفهمي هويدي إلى عبد الحليم موسى؟ ولماذا نجح التفاوض عندما أطلقت الجماعة الإسلامية مبادرتها باسم العنف؟ ليه؟ لأن الشرطة في هذا الوقت كانت قد تمكنت من حصار الجماعة الإسلامية وتجفيف منابعها المالية. كانوا خد لما يعملوا عملية في الصعيد ويدخلوا وكر من أوكار الجماعة الإسلامية يكونوا يلاقوا فيه بضع جنيهات وطلقات رصاص محدودة، لأنه كانت قد قطعت طريق الإمدادات وكانت قد قطعت النقود، وكانت الجماعة الإسلامية نفسها كانت قد يائست من تحقيق أي هدف. عشان كده جريت وقالت أنه من فضلكم أنا هأوقف إطلاق النار من هنا، وهذا شأن الإرهاب، أنه لن يفاوضك أبدا وهو قوي، لن يفاوضك وهو يتصور أنه وراءه كذا. يفاوضك نعم، ومطلوب من الدولة أن تفاوضه، لكن الدولة عليها أن هي تهزم نفسيا أولا حتى يقبل التفاوض، بدليل أنه ما ردوش على مبادراتك حتى الآن. أنه هو يعني وبعدين أنت بتتهم الدولة بأنها لم تقم بواجبها إزاء الشباب. لا مش صحيح، وأنا ناقد جيد جدا للدولة وعمري ما لعقت شيء في هذه الدولة. أنه لكن عندما ان الحكومة الببلاوي دي على ضعفها الشديد تتخذ خطوتين عاقلتين، تقول انني لن اكرر ما حدث في الستينات، ولن ألجأ الى العقاب الجماعي لجماعة الاخوان المسلمين، ولن ألجأ الى الاعتقالات، ولن ألجأ الى اننا التجريم السياسي. وعندما تقول ان كافة الشباب عليه ان يعود امنا الى وطنه ما لم يكن عليه
ما لم يكن على يديه أثار دماء مصرية أو ارتكب جريمة في حق وطني، أعتقد أن الدولة قد قامت بواجبها إزاء شباب جماعة الإخوان المسلمين. ولكن الشباب للأسف مربوط إلى قياداته، والاثنين مربوطين إلى موقف العنف والإرهاب، لأنهم يعلمون أن في الحوار نهاية لهذا التنظيم، وهيتطربق على بعضه زي ما اتطربقت الجماعة الإسلامية. أنا طبعا يعني أستاذ بكرم في نقطة، في نقطة أي فن. الدكتور حسن حذرنا من نقطة أنه النظر للموضوع على أنه إرهاب في حسبه، أنه تعامل الدول على أنه ملف إرهابي. نفسي أسمع تعقيب حضرتك عن النقطة دي. أنا ماذا شوف، نحن نتكلم مخرج من الأزمة الراهنة. كويس. ما هي الأزمة الراهنة؟ الأزمة الراهنة أن هناك جماعات، جماعة سياسية كانت شريكة في الحكم، خرجت سواء بها، خرجت تحت ضغوط الجماهير التي حفزها الجيش، حتى أوصل معاك إلى هذا. وكانت مصر التي كانت يعني ضحية تكاد تكون في أسنانهم، أفلتت منهم فجن جنونهم بسبب صعارهم المخيف على السلطة، فانطلقوا يدمرون يعاقبون الشعب، يضربون رجال الشرطة الغلابة اللي واقفين على الطرقات، يحرقون ويدمرون ويسيرون السيارات المفخخة إلى داخل بلد، نوع من الجنون والإرهاب. هذه هي السمة الراهنة لجماعة الإخوان المسلمين. ما تقوليش لا ده في الأصل كانت كويسة، ده في الأصل كانت جماعة معتدلة وانت سابق. لا هو رايح لبيت الداء، يعني هو بيتكلم لأن في تراكم مشكلات وإخفاقات لثلاث أنظمة انتقالية أدت إلى أن احنا وصلنا للحل. هذا صحيح وأنا لا أنكره. ولكن عندما نتكلم عن معالجة وبعدين ده يدعونا أيضا كمان إلى أننا أسأل الدكتور حسن، هو أنت عاوز مصالحة يا دكتور حسن أن احنا نبوز بعض على طريقة الصلح ما بين القسيس والشيخ في القرى المصرية؟ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين تتطلب شروط ضخمة جدا. أولا تتطلب أنه الجماعة تعلن نبذها للإرهاب. اثنين، الجماعة تعلن أسفها لما ارتكبت من جرائم ابتداء من خزندار. ثلاثة، الجماعة تعلن أن هي ليس لها علاقة بالفكر القطبي. ده الفكر القطبي لا يزال يا دكتور حسن الفكر التحتي للجماعة حتى الآن، وهو الذي يحكم فكرها. عاوزني أتصالح مع جماعة شايلة المتروليوس في وشي وفكرها الحقيقي هو الفكر القطبي الذي يكفر المجتمع، ولا يزال الفكر القطبي هو السند الأول والأساسي لجماعات الإرهاب، فكيف على الأقل أنك أنت يا جماعة إخوان المسلمين تبين لي أمارة، قول لي والله إن أنا بتنصل من الفكر القطبي، قول لي ده أنا هعمل لجنة للمراجعة، قول لي ده أنا بياخد ابني وابنك وكلهم غصبا عني ويجندهم بهذه الصورة البشعة في غيبة الدولة وفي غيبة الأسرة المصرية، قول لي إن أنا هأعيد تربية النظر في الشباب، طمني إنك أنت تتغير. أنا أعرف أنه لن يتغير لأن الهوية أصبحت جلده، لو تغير، لأنه المطلوب منه أن يغير جلده ولن يستطيع، لأنها ربيت على الاستحواذ، ربيت على العنف، ربيت على أنها وحدهم هم المسلمين الصحيحين وكلنا ناقصي إسلام وهي اللي هتصححنا الإسلام. فعندما تطالب المصالحة، المصالحة مع الجماعة عملية معقدة، لأنها إزاي نهأمليها بعد كده؟ إزاي؟ طب هنصالح وحسن نفع هيصالحنا، طب بعد كده هنحط ايدين في بعض ايه؟ ولذلك يبدو بالفعل في هذا الظرف ان المصالحه نوع من الجنون، لانك انت اصالح معاك لما انت تبدي لي بعض شيء، لان خاصه ان المصالحه باهظه الكلفه. واحد اشياء مبادرتك انها فعلا باهظه الكلفه، يمكن ان تدمر الدوله ويمكن ان تدمر المستقبل، لانك لا تطلب احد شيء، لم تطلب شيئا من جماعه حتى كل المبادره الجميله بتاعتك دي ما فيهاش كلمه الارهاب. ابحث عن كلمه الارهاب فلا اكاد اجدها على وجه الاطلاق. فانا مع المصالحه ولكن ومع التفاوض، ولكني لي رايي ان للتفاوض شروطه وان للمصالحه شروطه. جاي وقت الاستراحه، بعد الاستراحه كلمه كامله للدكتور حسن. وانا ما قطعتش خالص. لا كويس احسنت ولا عمري اقطع خلاص. بعد الاستراحه
على الهواء مباشرة، نستمع إلى رد الدكتور حسن نفع.